ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة اعياد الربيع قربت، فانا حبيت اجيب ونعمل مع بعض افكار وحاجات بتتعمل في المناسبة دي، وبتفرح طبعا الاولاد وبتفرحنا احنا الكبار شخصيا يعني. فيا رب الاشكال تعجبكم، وانا هكمل. لو الفيديو عجبكم هكمل معاكم اشكال مشابهة. ومقدار العجينة بقى هقولها لكم، بس احنا زي ما احنا عارفين لو بتعملي لأي ده مبدأ يعني، ان لو بعمل حاجة لأول مرة بعمل منها كمية قليلة وبشوف نفسي فيها، لقيت نفسي اوكي وتمام والوصفة شغالة معايا، فبزود بعد كده الكمية على قد احتياجي. زي ما احنا شفنا بقى كده الافكار اللي عدت، وفي لسه افكار تانية، وفي افكار لسه ما نشرتهاش. فانا عايزاكم تركزوا بقى في الفيديو، ولو عايزين بقى تشغلوه اقل من كده عشان تركزوا في الوصفة بتتعمل ازاي. هي كلها حاجات بسيطة يعني، وبتتعمل بسهولة. وزي ما قلت لكم العجينة بقى نفسها عبارة عن 150 جرام دقيق، 150 ملي مية، وعلى حسب نوع الدقيق ممكن يحتاج اقل ممكن يحتاج اكتر. فانتي مش بتحطي كمية المية مرة واحدة، بتخلي حوالي التلت لغاية ما تعجني كويس جدا. او بصي، وانتي بتلمي العجينة بتحسيها اذا كانت هتحتاج المية بقية المية، ولا هتكون يعني طرية زيادة عن اللزوم. لو لقيتيها محتاجة بقية المية بنحطها وبنعجن كتير بقى. هي بتحتاج عجن كتير عشان تدينا النعومة اللي احنا شايفينها دي. في ناس بتحب تحط دي بقى، حاجات بتبقى بترجع لرغبتك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.